مشاهدينا حلقة جديدة من برنامج لبنان اليوم، أهلا وسهلا فيكم. بهالحلقة رح نناقش المستجدات والمعطيات السياسية وأيضا الاقتصادية والمتعلقة بالصناعة مع ضيفنا باستديو أمين عام منتدى الأرز وعضو الأمانة العامة للجبهة السيادية الناشط السياسي أستاذ شكري مكرزل، أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك ست نوال. شكرا. وشكرا على الاستضافة. ومن خلالك بدي أعيدك بعيد الأب اليوم 21 حزيران، وأيضا لكل زملائي بتلفزيون لبنان يلي موجودين معنا الكاميرامان باستديو من خلف طبعا الكواليس، وأيضا الشباب بالرجيل المخرج وكل الشباب، وبدي أتمنى لهم يعني دوام الصحة، وطبعا بدي أتمنى لهم أوضاع معيشية أفضل، وكمان لحضرتك بدي أتمنى لك دوام الصحة وإن شاء الله بتنعاد عليك سنين عديدة. شكرا. شكرا على المعيدة، وأنا كمان بحب أتوجه لكل الشعب اللبناني بمعيدة للأب اللي بنعتبره المقاوم الأول بلبنان، هالأب كمان اللي عم بيجرب بعده يزرع بولاده نفحة الصمود تيبقوا بهيدا البلد ويكفوا، وللأب يلي اليوم ولاده تغربوا عنه وسلخون مثل ما سلخون عن قلبه تيشتغلوا برات لبنان ويقدروا يأمنوا الحد الأدنى من المعيشة اللائقة كمان لأهليهم، بحب أتوجه لهم بهالمعايدة. وبذات الوقت كمان بحب أقول لك ألف مبروك على المنصب الجديد برئاسة تحرير قسم الأخبار بتلفزيون لبنان، هيدا فخر لنا تكون حضرتك موجودة على رئاسة هيدا القسم. وألف مبروك. شكرا. أنا بشكر ثقتك. رح نبلش بزيارة المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لدريان لبيروت، اليوم عنده اجتماع وباقي ثلاث أيام رح يكمل كل لقاءات ويلتقي كافة المسؤولين اللبنانيين، وأيضا عنده زيارة لبكركي. اليوم ما فينا نقول هالزيارة استطلاعية لأنه فرنسا بتعرف موقف كل الأفرقاء اللبنانيين، سبق وإن دعت أكثر من فريق لبناني على فرنسا وصار في مشاورات، وأيضا الموضوع يعني معلن خصوصا بعد الجلسة الأخيرة جلسة 12، ولكن اليوم برأيك يعني شو ممكن يقدم المبعوث الخاص الرئاسي الفرنسي بموضوع الأزمة اللبنانية؟ يعني بوجهة نظري الشخصية اليوم كل الأفرقاء اليوم عم نشوفهم وكل السفارات عم تبرم على كل الأطراف بلبنان. اليوم احنا من زيارة الرئيس ماكرون أول مرة بعد انفجار 4 آب أدت إلى تلزيم المرفأ لشركات فرنسية، اليوم بزيارة لدريون اليوم امبارح رجعنا عم نسمع إلى التنقيب عن النفط، ما بعرف إذا اليوم عم بتروح اقتصادية أنا عم شوفها أكثر بالمنطقة، لأنه لو بدأت الحل الأزمة عن طريق الدولة الفرنسية ما كانت أخذت معنا كل هالوقت وما كانت شوشرت. يعني أول شيء كانوا عم يطالبوا منا بانتخابات نيابية، رحنا نحو الانتخابات النيابية، اليوم نحن نحو انتخابات رئيسية مش قادرين نوصل عليها ولا قادرين نحققها، وكل طرف أو كل محور في عنده مرشح نحو رئاسة الجمهورية، وما في إذا هون بدك تحكي بهذا الموضوع طبعاً. كمان هذا نحن بنملك تعالي عليه مثل ما بيملك أفريقيا تانيين. أنا بالنسبة لي لليوم ما في خطة واضحة ولا من أي دولة أجنبية، نحن إذا من نقيم هيدا البلد من الأزمة الاقتصادية الموجودة فيه، أزمة اقتصادية، هجرة غير شرعية موجودة فيه، بطلنا نحن اليوم عم نسميه نزوح، صرنا نحن عم نتعرض إلى هجرة غير شرعية، إلى تغيير ديموغرافي بطريقة جدا كبيرة، واثنين كمان نحن هجرة بالمقابلة من شبابنا طبعاً إلى برا. اليوم ما لقينا ولا دولة لحديث اليوم حطت لنا برنامج معين نقول نحن فينا نقيمكم من هيدا الأزمة يلي أنتم عم تتخبطوا فيها. نعم، إذا جبنا لكم هيدا رئيس الجمهورية أو نحن اليوم وقت عم نبعث عفوا هيدا المبعوث إلى لبنان تيقدر يجول إلى الأفريقاء كلهم سوا، ما عم نقدر نشوف منه أبدا أي شيء بعد منا إعادة إطالة أمد الأزمة، هي عم بيكون العنوان العريض اللي عم بتروح. نعم، ولكن اليوم تعتبر أنه هالأزمة يعني إذا نحن بدنا ننطر حدا يجي يعرض علينا برنامج حل، هل تعتبر أنه نحن يعني فقدنا القدرة على أنه معالجة داخلية للأزمة وناطرين إشارات وبرامج خارجية؟ نحن اليوم أزمتنا بلبنان مبلشة هي أزمة وجودية، أي طرف هو بده يكون ربحان على الثاني، أنا منا أزمة اليوم نحن عم تتخانق طوائف بين بعضها، أنا بالنسبة لي اليوم أزمة هي محاور وما عم نتخانق على برامج اقتصادية على برامج ما بيصير برا، مش موجود إنه أنا اليوم عندي يا ريت عندي حزبين كثير كبار اثنيناتهم بيملكوا نفس الأهداف، نحن بنروح إلى انتخابات نائبية بنلاقي أحزاب عم تتخانق قبل بجمعة مع بعضها على عناوين جدا عريضة متفقة بالانتخابات النائبية تقدر نجيب نائب أو نجيب الأعضاء، نحن بلبنان عم نروح
إلى نفس البرنامج بقلب الانتخابات. ما بيملكوا خطة عمل الأحزاب اللبنانية اليوم اللي موجودة واللي متفقة مع بعضها. ما بنعرف ليه متفقة مع بعضها وتاني نهار ليه بتتخانق مع بعضها. أنا اليوم وقت بكون منتمي إلى حزب بكون منتمي عقائديا إلى برنامج معين أنا بشتغل عليه تقدر طبقه بغض النظر مين كان الرئيس ومين كان المرؤوس بهيدا الموضوع. نحن هون هيدا خلافنا خلاف محاور، مين أي محور بده يكون هو ربحين على التاني. ولا اليوم أي محور شو عم بيقدم لنا؟ أنا اليوم قادر أنهض بأزمتي الاقتصادية بسواعد الشباب اللبنانية هن اللي موجودين هون، أنا قادر أنهض بأزمتي الاقتصادية بالمغتربين اللبنانية اللي موجودين برات لبنان. لا قادرين نحن اليوم نسمع صوتهم، لا عم نكثف جهودنا تنكون نحن موجودين معهم. ونحن بسيدرس فورم نوه على شغلة أنه نحن عم نجرب كمان نظهر برات لبنان وناخد اللبنانية يكون في عندهم كونتاكت، نجرب نعرفهم حتى على العالم واللبنانية الموجودين بالاغتراب نعرفهم على اللبنانية. فتح أسواق خارجية يعني. فتح أسواق خارجية من خلال سيدرز بافيليون مع دكتور جورج مفرش عم بيقدر يطلع ندفي نظهر اللبناني من القوقعة يمكن اللي موجودة فيها خلال الأزمة الاقتصادية يلي عم بيعاني منها. بس هيدا أكيد منه عمل كافي وعمل فردي، هيدا عمل بده يكون إلى مجهود دولي، بده يكون في أكيد كاملة إلى وزارة خارجية إلى دعم معين اللبناني. والشركات الصناعية اللبنانية ما عم تستجدي المساعدة، حقوقها موجودة بقلب المصارف اللبنانية بدها حقها. صحيح. الدولة اللبنانية هي لازم تأمن لها الحد الأدنى من الحقوق، وهودي إذا بدك بالشق الصناعي. إيه طبعا نحكي بشكل مطول بالشق الصناعي، ولكن بالشق السياسي اليوم في يعني الاجتماع الخماسي في دول خمسة تعنى بالملف اللبناني، من بين طبعا السعودية، كان في لقاء أيضا بفرنسا بين ولي العهد وبين الرئيس الفرنسي. ولكن بلبنان صار في انقسام يعني عمودي، شفنا بالجلسة وصار في نوع من التقاطع المسيحي، ولكن هذا التقاطع الشكري بدي رأيك فيه، يعني اليوم عم يتقاطعوا فقط على إسقاط سليمان فرنجية، ما عم يتقاطعوا على ما عم بيكون في حلف أو ما عم بيكون في رؤية أو حتى مقاربة موحدة، يعني هن مختلفين على كل شيء، على كل العناوين الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية، فقط متفقين على موضوع ترشيح جهاد أزعور بوجه سليمان فرنجية مع حفظ الألقاب. هل يستمر هذا التقاطع؟ وهيدي ما بتشوفيها أنه كمان هيدي من ضمن إطالة أمد الأزمة بلبنان. أنا ما بشوفها اليوم وضع الأسماء، وهن عارفين من أول نهار كل الأفريقاء هودي الأسماء ما بيقدروا يوصلوا. طب ليه رحنا نحن فيهم؟ عم نمثل على الشعب اللبناني بغض النظر ضمن أي طرف حضرتي موجود أو حضرتك موجودة. نحن اليوم عم نطيل الأزمة. أنا اليوم كإنسان لبناني، كأب لبناني، أنا شو بيعنيني اسمي للمرشح نحو رئيس الجمهورية؟ أنا بيعنيني شغلة وحدة، برنامجه. أنا بيعنيني كيف بده يشيلني من هيدي الأزمة، كيف بده يرجع لي ولادي، كيف ما بده يخلي لي ولادي اللي موجودين بلبنان يسافروا يظهروا لبرا. أنا بدي خطة كاملة تقنعني تروح انتخب فيه، تقنعني تقرض على النايب اللي أنا انتخبته كيف عم بيمثلني بأي اسم. أنا بلش بأول مرحلة انتخبت نواب، مع احترامنا للأغلبية اللي عم يشتغلوا، عندنا مسألة تغييرية اليوم موجودة بلبنان، نحن ما عم نعرف هودي النواب مع مين بدون يروحوا. واليوم نحن بنعرف أنه بقلب المجلس النيابي نائب ملحم خلف معتصمين بعدهم بقلب المجلس النيابي اليوم، يا هل ترى وسيدي نجت صليبة كمان موجودة معه بقلب المجلس النيابي، مين رح يجي لودريون اليوم يزورهم نحو المجلس النيابي مطرح ما هن معتصمين أو هن رح يتركوا المجلس النيابي ويروحوا لعند لودريون؟ ليه بقية النواب التغييريين منهم موجودين بقلب المجلس النيابي وواقفين نفس الوقفة؟ ليه كلهم بده يكونوا متشرزمين؟ نحن عم نقشع عدة الأحزاب، عندها كتلتها عم بتكون بكامل التمثيل بقلب المجلس النيابي وقرار واحد. هم نرجع منتطلع من ميلة تانية اللي كانت الدولة الفرنسية باني الأمال العريضة عليهم ورح يكون في موقف تغييري على الساحة اللبنانية من خلال النواب الجداد اللي وصلوا، نحن ما قدرنا لقينا أي موقف، ما عندهم أي توحيد، ما عندهم أي خطة عمل تقدر تجمعهم للانطلاق سوا. من هون كيف نحن اذا نائب بيتحملوا مسؤوليه، يعني النواب الجدد
فقط يتحملون اليوم مسؤولية عدم يعني انتخاب رئيس الجمهورية وإطالة أمد الفراغ، يما كمان في أحزاب اليوم موجودة بالبلد، كمان كل واحد عنده خيار، وحضرتك عم بتقول كل هالخيارات ما عم بتوصل لنتيجة وبعدنا متمسكين فيها، وبالتالي ليه بدنا نحمل هالنواب المسؤولية وأيضا نعفي الأحزاب الثانية من المسؤولية؟ أنا بيت، إذا ساكن بقلب بيت ولد من الأولاد، اليوم بما أنه عيد الأب، الأب هو ما عم يعتني بولاده والأب ما عم بيوجه ولاده، هي بدها تخرب البيت، شو بده يطلع من امر الاولاد اخر النهار، نفس العمليه انا اليوم انتخبته تيكون هو مسؤول، انتخبته تيكون بيمثلني، اذا تركني الي انا وما عم بيسال عني ولا باي طريقه، تركني من الطريقه الاقتصاديه، تركني من عدم المراقبه، تركني من كل هيدي الملفات، اليوم نحن عم نوصل الى مستشفى ما في مين يقدر يطلع فيك، بتوصلي على مستشفى اذا منه صاحبك النايب هو عم يدفع من جيبته عنك، الدوله اللبنانيه ما بتقدر تقوم باي شيء، كمان بنفس العمليه نحن عم نشحد من كل الان جي اويات لنقدر نوقف حد الشعب، هذا منه مطلوب، مطلوب صحيح. منك انت مش بس تسنن لي قوانين وتضب لي اياها بجويريخ، عندنا ما يكفي من القوانين ما الفعل محطوطه بقلب جويريخ، انا بدي تشوف لي انت طريقه تطبق لي فيها القانون، هيدا اليوم انا اللي عم بطلبه من المجلس النيابي، انا هيدا اللي عم بطلبه من كل انسان، انا توجهت كمان وانتخبته، ما بقى تخترعوا لي قوانين جديده، صحيح القوانين بلبنان بدها نفضها، واول قانون هو قانون المهل المفتوحه، لانه بنقعد بنتفرج اليوم بلا رئيس جمهوريه ما في عندنا تايم ليميت، اي متى بده يجي رئيس الجمهوريه، نحن ما عندنا مجلس وزراء، وبينبسطوا باعاده امل تمديده، وبكره على بكره كمان التكليف والتاليف كمان بتروح القصص اشهر اشهر سنين. اخر مره قعدنا سنتين ونص جبنا رئيس جمهوريه، نحن اليوم ما كان عندنا ازمه، كان في عندنا بحبوحه بالبلد، نحن اليوم باكبر تخبط بأزمة مادية عالمية نحن فايتين فيها، ونحن نمبر 1 من بعد ما كنا القوة الخابطة بلبنان، صرنا نحن عم نفتش مين بده يقدر يجي يعطينا أي صندوق نقد دولي ممكن يدغ لنا أزمتنا، ونحن مش عارفين إذا بنتعاطى معه، وبلشنا بإعادة أمل التأجيل، رحنا إلى تأجيل البلديات صحيح، بكره في عنا حكم مصرف لبنان بنهاية تموز طبعا بنهاية تموز، عنا قائد الجيش، طب أنا هون شو بده يصير في عندي؟ عطول أنا بدي أذهب إلى التمديد، ومنتذكر بفترة الحرب اللبنانية رحنا كمان إلى تمديد المجلس النيابي، وبقي كل نايب قاعد على كرسته أكثر من 20 سنة بوقت الحرب، يا هل ترى نحن رايحين إلى حرب باردة اليوم بلبنان ونبقى على هيدا الوضع؟ كيف شايف؟ شايف إطالة للأزمة أو أنه ممكن يعني تجمع القوى الدولية ممكن أنه يشكل ضغط معين لا الخروج بتسوي بالمدى المنظور؟ نحن ليه ما نعطول نتكل على حدا يجي يساعدنا من برا؟ أنا ليه ما بدي ساعد حالي؟ لأنه هيدا الواقع يعني هيك عم بيكون. أنا اليوم الواقع ليه بدي أفرضه؟ أول شيء أنا الواقع هو عم يغيرني واقع اقتصادي، أنا اليوم صرت سميه الاقتصاد الأسود، الاقتصاد الأسود اللي نحن عم نتخبط فيه بلبنان عم يخدنا إلى واقع جديد، كاش تبيض أموال رح نرجع عن جديد نوضع على موضوعين أصلاً بس رح يكفوا معنا بالعقوبات مجموعة العمل الدولية رح نكون نحن رايحين عليها، أنا اليوم ليه بدي أخد حالي على هيدا المنهج؟ الحل الأزمة ببلش بثقة بلبنان مع المودعين، بتقولي لي كيف؟ خطط كتير كتير كبيرة وطويلة، اليوم نحن هالمصاري اللي عم تنصرف من مصرف لبنان بكل الاتجاهات صحيح إلى دولرة الاقتصاد اللي كنا عم نطالب فيه من سنتين أو ثلاثة من كمان من هالمنبر بالذات دولغوا الاقتصاد، نحن وصلنا اليوم إلى دولرة الاقتصاد، واقف الليرة ما بقى لا عم تطلع ولا عم تنزل، ما بقى في طلب عليها، طيب ليه نحن ما قمنا بهيدي الخطة من سنتين وبثلاثة؟ اليوم الصرخة اللي طالعة بكل المصانع أو بكل المؤسسات أو بكل الجامعات بالنسبة للمعيشات، ليه اليوم هيدي بعد ما ترجلجت نقدر نحن نقلع باقتصاد مجدي ونافع بلبنان؟ النهار بتحلي له للبناني المشكلة الاقتصادية، النهار اللي بيصير فيه بحبوحة ما بيتصالها بالسياسي أو ما بتأثر عليه لهالدرجة لهيدي الدرجة بالسياسي. طبعا هيدا اللي أنت بدنا نقدر نحن اليوم نبلش نأمن له إياه بمازلو بالبيراميد تبعه، أول شيء في عنده الأمن، بيرجع في عنده المعيشة قبل ما نرجع نطلع على كل هالبيراميد اللي اشتغل عليه على كل هيدا الهرم، انا في شغلتين اليوم كل ما يوم انا عم بهدد له السلم والامن الغذائي طالما هودي اثنيناتهم مهددين
انت عم بتخوفي في عنده رادح. التغيير بده يبدا من جوا. اكيد انا ما بقدر غير اليوم وبدل ببلد نفس الاشخاص هن بعدهم حاكمين بقلبهم. نحن ما نروح، ولكن صار في انتخابات نيابية، وهالانتخابات أفرزت هذه القوى اللي موجودة اليوم بالمجلس النيابي. اليوم في طرح أن نروحوا على انتخابات نيابية مبكرة، ولكن حتى لو رحنا على انتخابات نيابية مبكرة برأيك هي الحل؟ لن تفرز يعني نفس المجلس النيابي؟ مدام نوال، انتخابات نيابية مبكرة على أي قانون؟ على القانون الحالي اللي موجود راح أرجع أنا أجيب نفس الطبقة الحكمي بنفس الشيء، عم ترجع تولد نفسها. أنا بدي أشوف على أي قانون انتخابي بدي روح. القانون اللي موجود اليوم ما أثبت ديمقراطية كاملة بقلب الانتخابات. يعني برأيك لازم أول شيء نغير القانون قبل أي دعوة لانتخابات نيابية؟ أكيد. اليوم قبل ما بلش أنا خطة لبناية بدي أعمل لها الخريطة تبعها وأوضع لها أساساتها وشوفها إذا مزبوطة. أنا اليوم ما عندي خرايط، ما عندي خطة عمل، ومني قادر اعمل اساسات، كيف بدي اجي انا قلع فيها؟ رح ترجع نفس العمليه تهبط على راس العالم والسكان اللي موجودين فيها. الانتخابات البلديه يعني ما قدرنا عملناها، اجلناها بذريعه انه ما في اموال، مزبوط؟ فاليوم كيف بدنا نعمل انتخابات نيابيه اذا اجلنا الانتخابات البلديه؟ باي عذر رح نعمل انتخابات؟ ما دام نحن رايحين على التاجيل بكل شيء، من 5 دقائق اجلوا البروفي. طيب هذا تلميذ على سبيل ان نحن مش عارفين من 15 قالوا كان رح يتاجر البروفيه، ما قادرين نحن نامن لهم مصاري. لكن كانت مطلب تاجيل شهاده البروفيه لانه اليوم يعني الطالب عدا عن الضغط النفسي اللي عم تحطه فيه انه في تصحيح ما في تصحيح، في اضراب ما في اضراب، كمان يعني بطلت شهاده البروفيه مثل قبل مطلوبه للوظائف، وبالتالي يعني كان في مطلب انه تنلغى الشهاده. تنلغى الشهاده اليوم، ما الغيها اليوم كان التعقيب تاجيل وبيرجع ببته بالموضوع لسنة الجاي اذا بدها ترجع. صحيح. بس انا اليوم هون اذا بدنا نرجع نفوت بالمناهج ويمكن مره عملنا حلقه مع حضرتك كانت وافيه على بموضوع المناهج التربويه، اليوم هودي موضوع كمان بده اعاده درس عن جديد تنقدر نواكب العصر. بس انا اليوم اذا بلشت بالتاجيلات اللي كنا عم نحكي عليها، من تاجيل بلديه الى تاجيل امتحانات رسميه الى 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 بحجه وذريعه وحده انه انا ماني قادر امن التمويل الكافي. نحن التمويل الكافي منا قشعينه من 5 اشهر انه منه موجود. نعم. انا اليوم بقدر كفي حياتي بقلب بلد بس اعرف شو في عندي ارقام، كل شغله بده ينعمل لها بادجت معين لمصروف، ما فيني انا اجي اصرف ببلد مثل ما انا بدي واخر النهار انا اقول ما في عندي موازنه او صحيح. انا قادر بهيدي الموازنه علم الدول كيف ممكن تصرف من خلالها وتقدر تعمل موازنات. انا اليوم بدي ارجع الى دراسه جديده، بدي خطه. الفريق الموجود بالحكم منه كافي يقدر يعمل لي هيدي الخطه واقدر اقلع فيها. نعم، ولكن برأيك شخصية الرئيس الجمهورية لها تأثير على هذا الموضوع؟ لأنه اليوم البعض بيقول أنه المرشحين ما عندهم برامج اقتصادية، ولكن بذات الوقت في اليوم بلبنان طبيعة النظام والحكم أنه الحكومة مجتمعة ومجلس وزراء هو من يطبق الخطط والرؤى الاقتصادية وليس رئيس الجمهورية، وبالتالي اليوم إذا كان هذا الرئيس أو ذاك بغير بالمعادلة الاقتصادية بالبلد برجع أنا فيها بالعكس. الوزير ومدير العام بقلب الوزارة، مين عنده سلطة أكتر؟ اللي له 25 سنة موجود بقلبه أو الشخص اللي إجا جديد بده يلقط وزارة ويبلش يتعلم فيها عن جديد وين بده يروح؟ نحن أغلبية الشباب بده يجي نازل من القمر بدنا نحطه ويقوم هو يدير البلد. بدها لكل مرحلة إنمائية بدها شخص. اليوم نحن عم نقشع بمحيطنا العربي نهضة غير مسبوقة. صحيح. إذا بناخذ نهضة السعودية اليوم بالفعل. نهضة السعودية اليوم شو كانت؟ أول شغلة لقطت الفيس دين بقلب البلد، استرديت الأموال اللي كانت منا موجودة بقلب البلد، حطيت خطة للنهوض لل 2030 إلى المعرض لإكسبو. هلا تتطلع الرياض إلى إكسبو 2030 يعني بميزانية 7 مليار دولار. خدنا انفتاح مع كل الدول المحيطة، مع كل الجيران، حلينا مشاكلنا باليمن. نحن شو عم نعمل بكل هيدا التخبط؟ نحن مش قادرين نعمل مشكلة وحدة، محورين، معنا رئيس بيكون ماشي مع الدولة السورية أو بدنا رئيس ماشي مع الدولة الإيرانية أو بدنا رئيس ماشي
يعارض اثنين. نحن شو عم نفتش؟ أين خطه لرئيس الجمهورية اللي جاي؟ نعم، جاء الوزير السابق أزعور، إذا بدنا نيجي نقول أنه نحن بالنسبة لي أنا جاي ينفذ سياسة صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي لأنه كمان هو معرض أي رؤية اقتصادية 100%. أنا ضمن صندوق النقد الدولي، إذا رح نجي نحن على سبيل المثال نحو المخصصة، شو رح أقدر أعمل أنا بخصخصة القطاعات؟ مع الخصخصة، أنا أكيد مع الخصخصة لإعادة أموال المودعين، نعم، ونقطة على السطر بهذا الموضوع. بس أنا ضد الخصخصة إذا بدها تروح نحو المحاصصة. نعم، أنا اليوم منا شايفين رح بتروح أكثر من هذا الاتجاه. مصارف أصبحت الودايع اللي موجودة بقلبها غير كافية، رديتي لمصرياتها على قلبها، ما بنعرف شو بدهم يعملوا باللولار اللي فات جديد مقابل الدولار اللي صح. كان محطوط هونيك، وهيدا اللي حكينا بقلب بأول الحديث، هي عن الاقتصاد الأسود يلي مخبى ورح يجيب لنا توابع صحيح لاحقة من جراء التداول بالنقد وحصر التداول بالنقد، وبالتالي بيصير في بيئة يعني مشرعة لعمليات مشبوهة اعتبرتها مجموعة العمل الدولية، قد تكون يعني طبعا بيئة لتبييض الأموال وغيرها 100%. كيف أنا قادر أوصل إلى لجم هيدي المواضيع؟ أكيد بده يكون في عندي رئيس أول. بدون رئيس ما يطبش على الطاولة ويقول أنا جاي اليوم غير. ونحن أنا ابن منطقة وابن ضيعة شهدت إلى رئيس جمهورية بخلال 20 يوم حكم قدر جمد بلد، صار الموظفين بهيديك الفترة كله بداوم على وقته، وقفت الرشاوي، وقف الفساد. أنا اليوم بحاجة إلى رئيس جمهورية يوقف لي الفساد، مش يقول لي في عندي فساد بالبلد. نعم. كلنا عارفين شو المشاكل، ما حدا منهم عم يطرح الحلول. مش وجباتي، أنا عم جرب أطرح أنا والمجموعة اللي عم بشتغل أنا وياها، نحن عم نجرب نفكر صحيح. بحلول، وعم نجرب نساعد قد ما فينا، وعم نجرب نكون على الأرض قد ما فينا مع شعبنا. هيدي وجباتنا اليوم نحن بالعمل السياسي والاجتماعي. ولكن من وجهة السلطات الدستورية بالبلد هي تضع الرؤى، هي تضع رؤى. أول شيء بلشي نحن وين في عنا وين في عنا وزارة تخطيط موجودة نحن بالبلد؟ بلد عم يتخبط بأزمة اقتصادية، ثلاث وزارات كتير كبيرة واقفة ما عم نقدر نقشعها، هي وزارة الاقتصاد. بدهم يقولوا لي اليوم ما عنا طاقم وما عنا عديد، أين هو الجيش اللبناني بالمراقبة؟ والجيش اللبناني بكل هيدي المرحلة أثبت فعاليته بالفعل. أنا ليه ما بنزل اليوم الجيش اللبناني هو يضبط الأسعار، يضبط السلع؟ أين هي مخابرات الجيش اللبناني؟ صار في مبادرات، يعني حتى طلاب الجامعات أبدوا الرغبة بالاستعداد للمساعدة بهذا الموضوع. تنرجع عودي إلى طلاب الجامعات، ننظمهم، هيدي بدنا وقت، وهذا كان اقتراح واشتغلت أنا كتير عليه بفترة سابقة من 4 سنين أو 5 سنين، نقدر نكون هاللجان من طلاب الجامعات، هودي بدهم وقت. أنا بدي اليوم بحاجة شيء سريع. الجيش اللبناني كيفي ووافي وموجود بكل المناطق اللبنانية، وكل العالم بتحبه وكل العالم تستقبله على غصنا وعيننا. لا، أنا اليوم بنقل هذا الملف وبحطه ضمن من وزارة الاقتصاد إلى الجيش اللبناني للمراقبة. برأيك بيلجم التفلت بالأسعار والجشع اللي عم بيصير بكمان الأسعار بالسوق؟ أكيد بيجزم من شغلتين، التفلت بالأسعار يلي عم تنحط، وضبط السلع الغير شرعية اللي عم بتفوت على لبنان، اللي هي عم تخلق لك مضاربة شكل منافسة غير مشروعة المحلي. واليوم نحن كمان من هيدا المنبر ما نرجع ندرس قصة الهجرة الغير شرعية أو النزوح، إذا بدون يسموه النزوح. اليوم النازح بلبنان عم بتأمنين بيت، عم تعطيه كهرباء، وعم بيقبض معيش بكل دول العالم. بالأردن حد منا حاطينهم بقلب المخيمات، ممنوع يظهروا برات المخيم. نحن صاروا ساكنين بقلب المناطق، شو عم بتشكل؟ عم يجي يفتح محله، عم يفتح دكانته، وعم بياخد شغل هيدا، عم بيقبض معيش، عنده معيش وعنده أجار بيته. كلهم أنا هودي شيلهم عنه اليوم خلال هالأزمة. شو ما صار عم بيقبض براني، شو ما عم بيطيلع، صاروا هودي عم يقدر يحطهم بجيبته بوقت اللبناني بده يعيش، بده يدفع كل هوديك المصاريف تيقدر يعيش فيها. ولكن هيدا الملف يعني في شعور عند اللبنانية وحتى المسؤولين كمان عبروا عنه، وكأنه في يعني اتجاه دولي معين بدمج هؤلاء النازحين بالمجتمعات المضيفة.
طلع الصوت بلبنان، يعني رئيس الحكومة للمرة الأولى خلينا نكون يعني صريحين، أول مرة شخصية سنية بموقع المسؤولية بتقول إنه بدي عيد النازحين السوريين على أرضهم. رئيس بري بالأمس كمان حكي بالموضوع، ما في تجاوب من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. هل لبنان قادر يوصل لنتيجة بهذا الملف بمعزل عن رأي المجتمع الدولي؟ هون بتبلش عمل البلديات. أنا اليوم طالما في بلدية ما عارف شو في عندها أعداد نازحين موجودين بقلبها، طالما هيدا النازح اللي ساكن بقلب هيدا البلدية بعده ما عم يدفع ضرايبه، ما عم يدفع وما عم تقدري تحطي قدي بدك سقف لاستقبال النازحين. يعني احنا اليوم رحنا نتفرج على بيوت بتلاقي أوضة ساكن فيها 14 و15 شخص. صحيح. نحن هون بدنا نبلش بإعادة تحديد السكان اللي ممكن يقعد ببيت معين. كل دول العالم تشتري فيها بيت على أوضة أوضتين حسب أعداد الأشخاص اللي موجودة، أو تستأجري البيت على عدد أشخاص موجودين بقلبه تتقدر تعيشيهم بطريقة لائقة. اليوم ما بنقدر نحن نبدل هالكبير. يعني هون في دور على البلديات أكيد كبير. أول دور على البلديات من هون نحن كمان عن جديد بنرجع إلى صدر فورم مع الأستاذ ألفريد ماضي وأكاديمية بشير جميل، حين أطلقنا من مدة قريبة دور الهيئات الشعبية بالمناطق. هيدا اليوم بده يكون أساسي، هي المبادرة الفردية للأشخاص المقيمين بقلب هالبلديات ليتفاعلوا مع مجتمعهم على الأرض. البلدية اليوم عندها مشاكل كتير كبيرة، نفس العملية التمويل. تمويل ما فيه، معيشات منا قادرة تدفع، ما صار في انتخابات بلدية، يعني البعض كمان صار في نقص في كتير بلديات، عندها كتير نقص بال يعني أعضاء المجلس البلدي كمان، بلديات من حل ما بنعرف مين عم بيديرها اليوم وكيف بدها تنضار. البلديات 99% من البلديات ما بتملك مدراء عامين عليها، وهذا اللي نحن صرخنا فيه بمراحل كتير كبيرة. اليوم رئيس البلدية هو لازم يكون الرئيس الفخري، والمدير العام على البلدية لازم يكون جاي اختصاص، صاحب اختصاص بإدارة العمل البلدي، مش كل جمعتين ثلاثة نحن بيطلع براسه رئيس البلدية لأنه في حي معين من هد الحفة ما عجبه برئيس البلدية اللي قبله، بنقوم نعمرها ونهدر مصريات العالم. اليوم عندك جباية بقلب البلديات أكيد ناقصة، ومع الجباية الناقصة عم تجبي على اللبناني بأسعار القديمة. صحيح. كيف بدها تقدر البلدية توقف على إجريها؟ اليوم لازم يكون في عنا شيء مقابل للبلديات اللي نحن كنا عم نرجع إعادة اقتراحه، كان الهيئات الشعبية. الهيئات الشعبية هي مجموعات من المناطق رح ترجع اليوم تهتم بإنماء، تهتم برقابة، تضوي على الفساد يلي عم بيصير موجود بقلب البلديات وبقلب المناطق. وأكيد أكيد رح بيكون في عندها خطة عمل، لأنه ما في بلدية بتشبه التانية لا بمدخولة، صحيح، لا بعدد الأشخاص اللي موجودين بقلبها، ولا بطريقة التعاطي أكيد على الأرض. ولازم يصير في كمان طريقة هون كمان لاتحاد البلديات، يمكن بيملك إمكانيات أكتر كمان. ممكن مشكلتنا اليوم عطول نحن بالبلديات واتحاد البلديات عم بيروح إلى سيطرة على أحزاب كبيرة هي موجودة بقلب المناطق. اليوم الحزب نهار ما عم بيكون مشارك بالحكم، رئيس الاتحاد البلديات طبعا هذا الحزب لا حول ولا منه قادر يتحرك بأي شيء، بغض النظر أنه في اليوم مبادرات كتير فردية عم تقدر، اتحادات صغيرة تقدر تجمع بعضها تقدر تشتغل، بس عم بتكون الشغل ضعيفة جدا على المستوى البلدي. وهون كمان نحن منروح إلى التغيير الديموغرافي اللي صاير بقلب المناطق، إلى الهجرة والنزوح من قلب الأرياف نحو المدينة. كمان عنا خوض كتير كبير بهوداكي، وهيدا كمان مردوده إلى عدم تمثيل المقيم بقلب البلدية. بقول لك أنا ما بدك تسمع صوتي، ما بدك تسمع عم طليبي، ما بدك مني شيء، بدك بس آخر النهار أنا أدفع لك الضريبة اللي موجودة عليها، وأنت تاخد هيدي الضريبة بتستثمرها بقلب مناطق، بتجيب لك بقلب أحياء، بتجيب لك ناخبين من قلبها. ليه ما بده يكون اليوم صوت المقيم بقلب المنطقة بقلب البلدية هو ناخب وهو مرشح أساسي بقلب هيدي البلدية؟ طبعا. كمان نحن بتوجه إلى وضع صيغة وخطة كاملة صارت على الآخر للبلديات كيف ممكن تقدر ترجع تنسق بعضها بلبنان. نعم، أنا بدي أتوقف مع فاصل، من بعده رح نحكي بموضوع حاكمية مصرف لبنان وأيضا القطاع الصناعي والمخاطر أمام القطاع الصناعي، ولكن اسمح لنا نتوقف مع فاصل قصير.
مشاهدينا عودة لاستكمال هذه الحلقة مع أمين عام منتدى الأرز أستاذ شكري مكرزل. أهلا وسهلا فيك مشددا. بنحكي بالتفصيل عن موضوع القطاع الصناعي. حضرتك صناعي اليوم، القطاع الصناعي منذ بداية الأزمة وقبل الأزمة كان عم بيعاني، ليه؟ لأنه نحن رايحين كل وقت باقتصاد ريعي، ما رحنا على اقتصاد المنتج. الصناعة المحلية عم بيكون في لها منافسة بقلب السوق المحلي، ما بيكون في دعم للصناعة المحلية. زاد عليها من بعد الأزمة، صار في كذا سعر للدولار، صار في أزمة كورونا بالأول وشح بالإنتاج والتصدير، بعدين وصلنا لموضوع المصارف يلي ما قدرت بقى تمول القطاع الصناعي، وحتى الأموال اللي كانت للقطاع الصناعي بالمصارف كمان مثل أموال المودعين مع الأسف ما بنعرف مصيره. خلينا شوي يعني نضوي على واقع القطاع الصناعي اليوم بالبلد، كيف قادر يصمد، شو الصناعات عم تعمل، كيف عم تدبر حالها بموضوع تكلفة الطاقة يلي كمان ارتفعت بشكل كبير بهذا القطاع. حدث ولا حرج، قطاع ما بينحل بطريقة سياسية. دومينا عليه أو الطاغي عليه هو معركة سياسية أكيد. هذا قطاع بده ينحل مثل ما عم ينشغل بمبادرات فردية مدعومة من الدولة اللبنانية. مدعومة من الدولة، يعني تيجي الدولة تقول أنا ما بدي استورد هذا المنتج لأنه في صناعة محلية، يعني تحمي الصناعة المحلية. رجعت إلى المراقبة يلي منا موجودة واللي عم نطالب فيها ترجع على الأرض. إنه بحدود مشرعة كيف بدك تمنع؟ عندك حدود مشرعة منك قادرة تضبطيها، عندك يد عاملة أجنبية عم تشتغل بالبلد، لا بتدفع ضرايبها. نعم صحيح. ولا بتدفع أجار بيتها ولا بتدفع أكلها. أكيد رح تضرب الصناعة. كيف موضوع الكهرباء كمان اللي حكى عنه وزير الطاقة، كهرباء المخيمات كمان. كهرباء قلنا قطاع عم بيعاني من هيدي الأزمة من سنين مش من اليوم، يمكن رجلجناها بأول مرحلة لأنه كان في عنا المولدات الكهربائية بكل المصانع اللبنانية ما كانت متكلة على كهرباء الدولة، كانت متكلة على المولدات. اليوم صار راحت على الطاقة البديلة، ما بتقدر توحي بمصانع كتير كبيرة على الطاقة البديلة أكيد، لأنه منا حل نهائي. الطاقة البديلة منا مبادرة فردية، أنا بجي بركب على سطحي بشوه بنياتي بدون دراسة بدون أي شيء تقول أنا حليت مزبوط جزء من الأزمة طبعي. اليوم نحن المكنات الصناعية مكنات بدها مئات وألاف الأمطار من ألواح الطاقة الشمسية تتقدر تركبيها عليها. اليوم وين متوفرة؟ يمكن تقدر توفريها بسهل البقاع، بس ماني أنا قادر أوفرها بمدينة سد البوشرية الصناعية أقدر أركبها على سطح بنايتين، بيطلع لك أنت عندك طابق 500 متر بيطلع لك أربع ألواح طاقة شمسية على السطح، أنا شو بدي أعمل فيهم؟ ماني قادر حللهم إياها اليوم للمجتمع طبعي الصناعي بهيدي الطريقة. اليوم بده يصير في مبادرات على اكبر بكثير من هيك، بده يصير في مبادرات على بلديات تقدر تشتغل وتركب طاقه شمسيه. كيف في اقتراح قانون بالمجلس النيابي على استعمال مشاعات الدوله تكون يعني مشاريع كبيره ويستعمل مشاعات الدوله وتستعمل كمان شبكه الدوله، شبكه الكهرباء لحتى تكون عم بتساعد بهالمشاريع؟ اليوم شبكه الكهرباء بقلب الدوله اللبنانيه اخذينا اصحاب المولدات. اليوم نحن وأصحاب المولدات تابعين لجهات سياسية معينة، رح تقبلي كمان الجهات هيدي تشيل إيدها عن هودي العالم وتوقف عنهم؟ منا رح تقبل. اليوم مبادرة صناعية بدنا نجيب تخفيض على المحروقات تنقدر نوقف، بدنا نجيب رقابة على المعابر تنقدر نكمل حماية الصناعة المحلية. وبدنا نجيب دعم على المواد الأولية وبدنا مش بس يكون النظر بالمؤسسات الصناعية الكبيرة اللي موجودة اليوم بلبنان، شركتين ثلاثة أو خمسة هن ينفتح لهم مجالات التصدير لخارج لبنان. نحن في مؤسسات وهي 80% من المؤسسات هي مؤسسات صغيرة، مؤسسات عائلية حرفية، هيدي ما حدا اليوم عم يجي يتطلع فيها، بيقول له انت حمول حالك واطلع لما بتبيع براغات لبنان، هيدا مين بده يفتح له الباب تيبيع براغات لبنان؟ وين المعارض اليوم اللي طلب منا نحن نروح ونشارك بقلب براغات لبنان؟ كيف كان الدعم؟ مين دفع اجار المعرض؟ مين دفع النقل؟ مين دفع له اجره الاوتيل؟ نحن لليوم هودي ما شفنا اي مبادره
كاملة منهم. صارت مبادرة بجمعيات مثل ما نحن عم نشتغل، صارت مبادرات خارجية، قسم عم بيحمل مبلغ كبير، العارض عم بيحمل يمكن مبلغ صغير من هذا الموضوع، بس أكتر من هيك ما صار. أنا ما فيني كمل اليوم بهيدي الناحية. اثنين، برجع إلى اليد العاملة. وين نحن اليوم؟ يد العاملة المتخصصة بلبنان شو صار فيها؟ 90% من الشعب اللبناني هو هاجر، يعني في شحب الموارد البشرية. عندك شحب الموارد البشرية، وأنا بأحد اللقاءات مع معالي الوزير العمل سألت عن الموضوع، كيف نحن اليوم وأنت أي يد عاملة؟ أنا بدي يد عاملة سورية تقدر تكمل معي أنا بلبنان، بس أنا بدي هذه اليد العاملة السورية اللي تكون موجودة بلبنان، اللي تكون يد عاملة يعني شرعية بقلب لبنان، عنده بيته قاعد بقلبه، عنده عم يندفع أجاره، عم بيندفع عليه ضريبة لهذا الشخص اليوم اللي عم يجي يشتغل، بده يكون بأعمار معينة. أنا مني مع تشغيل الأولاد الصغار بقلب المعامل، نحن اليوم صرنا عم نلاقي بمعامل كتير كبيرة أولاد دون 15 سنة ودون 18 سنة عم يشتغلوا، هذا مطرحه المدرسة، هذا مطرحه مش الشارع والبيت وسوق العمل اليوم طبعاً. أنا بدي أتوجه من هون كمان بمطالبة على المعامل اللبنانية اللي عم تشغل اليد العاملة الصغيرة، هذا عنده مدرسته، من بعد مدرسته اليوم لازم يعني يكون ضد القانون بالفعل 100%. نحن عم نخرق القوانين كلها سوا الدولي. اثنين، انا اليوم بدي كمان اروح اطلع بالمعامل اليوم على قصه التفاقه الضرائب المفروضه. الضرائب المفروضه اليوم كان محطوط التفاقه على 500 مليون ليره تتفوت الشركه على التفاقه. اليوم اي شركه 500 مليون ليره هن شو 500 دولار؟ اي شركه اليوم ما عم تقدر تبيع بهيدا المبلغ. طب ليه هودي قسم كبير منهم اليوم ما راح فات على التفاقه؟ اليوم انا بدي اشوف شو بده ينعمل بالجمارك اللي انحطت. الجمارك اليوم رفعت بشكل كتير كبير، وين عم بتروح مصرياتها؟ صحيح. وهل الدولة اللبنانية عم تقدر تستوفي هالمصاري من قلب الجمارك لشو؟ لزيادة معيشات؟ لليوم بنشوفهم ما عم بيشتغلوا بعد ما نزاد معيشاتهم انا عم بدفع من الدولة اللبنانية، انا كمواطن عم بجبي. وانا امبارحة كمان كان باحد اللقاءات مع مسؤولين منطقة المتن الشمالي، خليني أخذ منطقة المتن الشمالي. اليوم منطقة المتن الشمالي عم تدفع 93% جيبية بالكهرباء. بالكهرباء 7% هن بقلب الجيبية للكهرباء، هن واحد يمكن ما طلع على بيته الجبل أو مسافر أو منه موجود بلبنان أو عنده عطل على ساعته، 7% هن ما بيشكلوا أي شيء بوقت مناطق كتير كبيرة عم تستهلك كهرباء بمتن من وجهه، لا عندنا مي ولا عندنا كهرباء، مع عندنا هودي اثنين نحن وعندنا نسبة الجيبية العالية، بوقت مناطق تانية ما عم تدفع 20%. طب أنا هون كصناعي ما عم تعطيني أنت كهرباء بوقت هذا الفراغ، أنا قد ايه صارت كلفة صحيح الصناعة علي؟ واليوم نحن معاملنا الأكلفة التشغيلية صارت كتير كبيرة خصوصا كتير عالية، وما عندنا كصناعيين مبيعات مثل ما كنا نحن قبل. يعني نحن انعملت معامل تتقدر تشيل انتاجية مليون دولار بالسنة، انت ما عم تقدر تبيعي مثلا 100,000 دولار. لانه الاسواق الخارجية مقفلة امام السوق اللبناني، او لانه اصلا يعني الطلب عالميا خصوصا بعد الحرب الاوكرانية نحن كل يوم صار في ازمة طاقة وصار في مش بس ازمة طاقة، كل يوم نحن في عنا مشاكل من الدولة اللبنانية مع الخارج، عنا مشكلة مع الدولة السعودية قفلت علينا ما قدرنا نصدر لسوق السوق الخليجي، امبارحة وقفوا ما في تأشيرات الدخول الى المواطنين اللبنانيين على الامارات. كل يوم انا عم بخلق ازمه مع غيري، وحيدك عم مساله التيسير والمعاهدات الدوليه اللي نحن عاملينها مع لبنان والخارج، وبنرجع نحن على اليورو 1 اللي هو قتل الصناعه اللبنانيه بالنسبه لي، فتح لي ما في عندك انت ميزان تجاري صحيح معتدل بلبنان. نحن ما عندنا اي منه موجود، عندنا تصدير بنستورد اكثر بكثير ما نحن بنصدر لاوروبا. طيب انا ليه بعد لليوم تارك هذا الخلل الكبير؟ هودي مين بده يقدر يشتغلهم؟ ما بقى انا بحاجه اخلق قوانين جديده، انا بحاجه طبق القوانين وشوف وين في عندي انا ثغرات، قوم اقدر اقعد صلح هيدي الثغرات. اذا انا اليوم بده يجي يقول لي بالصناعه لازم تبقى اليورو 1، انا اذا عم بستورد من اوروبا ب 3 مليار دولار على القليله، انا لازم اكون بايع على الدول الاوروبيه ب 3 مليار دولار. صحيح. تأرجع أنا إلى ميزان تجاري، نحن وين عم نشوف أي مصانع لبنانية نحن عم تقدر تظهر ببضاعتها لبغات لبنان؟ بغض برجع بقول النظر يعني عن المصانع اللي كتير كبيرة، حتى الدول الأوروبية ما بدي بدك تفتحي له أسواق عمل للبناني. وهون كمان منطالب المغتربين أكيد اللبنانية اللي عايشين بالدول الأوروبية بمد يد العون إلى المصانع اللبنانية اللي موجودة، ويجربوا يفتحوا لهم أسواق أبواب وأسواق بلا للتجارة الخارجية، لأنه نحن لنقدر نبقى بإنتاجية لهيدا البلد
أكيد ما رح نقدر نكمل ولا رح تقدر مصانعنا تضل فاتحة، وخيرة اليد العاملة بقلب هيدي المصانع اللبنانية رح شريط. بتكمل الهجرة صحيح. نحو بلدان تانية. يعني نحن رايحين إلى إقفال ما عملنا بشكل نهائي ومش بوقت كتير سريع. أكيد قبل ما يكونوا هني الدولة اللبنانية حلت الأزمة الاقتصادية بتكون قفلت المصانع اللبنانية. مع الأسف في الأزمة المصرفية اللي كمان كان لها تأثير على القطاع الصناعي. يعني اليوم أنه المصارف اللي هي من أبرز واجباتها أنه أتمول القطاع الخاص، المصارف لا تقوم اليوم بهذا الدور، كيف أثر عليكم كصناعيين أنه عدا عن أنه أموالكم صارت بالمصارف محجوزة كمان ما قادرين يكون في، يعني ما قادرين تمرقوا بكل تحويلاتكم عبر المنظومة المصرفية؟ يعني أول شيء هذه أزمة أنا بالنسبة لي كانت ممتدة من فترة كتير كبيرة. اليوم عطول نحن بنشتغل بدون دراسة، يعني إذا بنرجع نحن بالتاريخ لورا كفلات فتت على سوق عمل شجعت أشخاص عاملين بقلب معامل تفتح مصانعها وتفتح تجارتها بدون دراسة للسوق المحلي إذا كان بحاجة لهيدي الصناعات أو لا. اثنين، بقلب سوق كفلات نعرف كلنا سوا صار فيه بالفواتير عملية تما نقول زعبرة غير دقيقة بتسعير الفواتير، راح قسم كتير كبير من المصاري وانصرف على غير هيدي المصانع. يعني الفالور تبع هيدا المصنع قيمته مش بموجوداته الراهنة بقلبه. اجت الأزمة المالية بلبنان أنقذت هودي المعامل لأنه راحوا سكروا ديونهم إلى المصارف اللبنانية بالألف وخمسة. مين وقعوا؟ وقعوا المصانع اللي كانت جامدة بينه بكفلات، قشطت هيديك المصانع وعلت المصانع الجديدة وأثبتت لها وجودها. الأزمة المالية رجعت ثبتت لها إجريها لشركات كانت هي بدها تنهار. نرجع إلى واقع الصناعي بالمصاري اللي موجودة. أنا كصناعي اليوم إذا ما قدرت اشتريت مواد أولية، ما اشتريت رو ماتيريال، كيف ممكن صح. أقدر صنعها؟ أنا كصناعي اليوم إذا ما اشتريت قوالب جديدة كيف ممكن أخلق قطعة؟ أنا اليوم كصناعي إذا ما في عندي ديزاينر وتصاميم جديدة توازي الأسواق الخارجية كيف بدي نافس؟ كيف بدي أقدر أنا نافس؟ أنا فيت على حالي بإنغلاق بثلاث أشياء، ونزيح عن الكهرباء والنقل والعجقة السير وكل هودي العملية، خلينا نكون فيهم على حدا. أنا بحاجة اليوم لهودي ثلاثة تقدر أنا صيب هودي ثلاثة. أنا بحاجة لمصرياتي يلي موجودين بقلب المصارف طبعا. من هون نحن بأول الأزمة طلبنا كصناعيين يعطونا مصرياتنا تنقدر نكمل، واللي كان مجمد مصرياته تيعيش ببحبوحة زيادة يلاقوا له حل مستقل، مش عملوا له يكلوا له مصرياته، حقنا كلنا يرجعوا لنا مصرياتنا تما انفهم غلط على آخر قرش. نحن مصرياتنا نحن منا مدينين الدولة اللبنانية، نحن حاطينهم وديع بالبنوك لازم ساعة اللي نطلبهم يرجعوا لنا بغض النظر إذا الدولة اللبنانية سرقتهم شو عملت فيهم. أنا إحنا برات هيدا الموضوع كامل. نرجع على الشق المصريات اللي موجودة. أنا اليوم كصناعي إذا بتردي لي إياهم للمصريات رح بيرجع في عندي إنتاجي. نعم. لبنان مبني كان على شغلتين، حضرتك تفضلتي قلتي رحنا نحن نحو الاقتصاد الريعي. أنا إذا بدي أقول صناعي أنا كمان نحو الصناعة التحويلية. أنا ما عندي بلد بقلبه ما فيني قص شجرات الأرز تصنع فيهم كراسي، أنا بلد ما بملك خشب بقلبه، أنا بلد ما عندي حديد، بلد ما عندي أي شيء موجود، أنا بدي موارد أولية، بدي أستوردها. بدي أول مرحلة تغدي لي مصرياتي تقدر أستورد. بعد هيدي المرحلة أنا بدي أرجع فتش على مقومات إنتاجية مغيرة، يعني لازم يلاقوا لنا حل كهرباء. طبعاً أكيد. لازم تلاقي لي حل لتعليم اليد العاملة اللبنانية وتدريبها تتصير يد عاملة متخصصة، إذا أنا جيت قلت لهم بدي فل اليد العاملة الأجنبية اللي متواجدة بلبنان طيب على القليل يكون لاقي بديل، لأنه 80% من الشعب اللبناني اليوم منه معلم مصالح.
ورث بزنس عم بيو معمل، بس هو ما بيقدر يعرف يشتغل بقلبه ولا بيعرف يدور اي مكنه بقلبه. طب انا كيف بدي اتوجه نحوه؟ لانه التوجه نحو القطاع المهني كمان بالتعليم يعني أكيد. ما في، واليوم انا بدي حدث القطاع الصناعي تقدر واكب فيه العصر. من 2019 ل 2023 بالازمه اللي نحن تخبطنا فيها ازمه 5 سنين، ونحن كان صناعتنا بأول بلبنان هي صناعة ليميتية، صناعة محدودة، لأن كان الاستيراد أكبر بكتير. أنا اليوم لازم أنشئ مدن صناعية جديدة بتقدمي رخصة المعمل اليوم للدولة تتقدري تحصلي من قلب تنظيم المدني أو من قلب اتحاد البلديات اللي كنت عم تتفضل بيروح سنين وما عم تقدري بعد تطلعي رخصة، تطلبي إفادة عقارية منك قدرة توصلي عليها لإتمام أوراقك ومعاملاتك. كيف انا اليوم بدي اجي اطلب من القطاع الصناعي يكبر تيستوفي السوق المحلي ويكون كافي ووافي للسوق المحلي ويرجع يقدر ينافس السوق الاوروبي او يعني الاجنبي؟ لازم انا افتح مدن صناعيه جديده، يد عامله متدربه ومتخصصه تقدر تدير وتقدر تصنع وتقدر تشتغل. بدي استورد مكانات جديده تواكب العصر يلي هو موجود. أكيد. بدي امن له طاقه ومواصلات للمعمل تيقدر يكون مشغول. إذا هودي الخمسة الأساسيات أنا ما قدروا توافروا، أنا ماني قادر ولا نهار روح صنع، رح أبقى على صناعات خفيفة بلبنان، ورح يبقوا 4-5 معامل كتير كبار هني متحكمين بالسوق المحلي، ورح يبقوا التجار اللي عم بيقدروا يهربوا ينافسوا التجار بالسوق المحلي اللي عم يدفع ضريبته ورح يسكر قريبا لأنه ما رح يقدر يكون على نفس الليفل بقلب المنافس. صحيح، مع الأسف. خلينا هون إشارة أخيرة، انتهى وقتنا، أنه اليوم دعم الصناعة ليس فقط دعم الصناعي ودعم الاقتصاد اللبناني، لأنه إذا نحن عرفنا قيمة الاقتصاد المنتج كل هالفترة والاقتصاد الريعي وصلنا للأزمة، وبالتالي اليوم دعم الصناعة ليست دعم شخص أو فريق أو مجموعة أشخاص أو صناعيين بالبلد، هو دعم لاقتصاد البلد ككل. مدام نوال، السقف بس بيقع كل الموجودين. صحيح. اللي بقلبه نحن السقف واقع علينا. ما بعتقد في مسؤول بالدولة اللبنانية ما عنده واحد بيقربه أو من قلب بيته. أكيد. أو من قلب عائلته عنده مصنع وعنده معمل. دعمنا بده يكون من الداخل قبل ما نقدر نحن نكون من الخارج. دعمك الأساسي هو ضبط الحدود. نعم. دعمك الأساسي. صحيح. هو مراقبة الواردات والصادرات من لبنان تنضلنا نحن على قائمة الأشخاص اللي قادرين نصدر لبرا ما يكون في عنا مشاكل. صحيح. وما حدا يقبلنا بضاعتنا. بدنا مراقبة للإنتاج ومراقبة للإنتاجية. يعني اليوم بتيجي بتقولي له على سبيل المثال صناعة العسل بلبنان، إذا رحنا على غير شيء 80% من دول العالم ما بتقبل تستورد العسل اللبناني، لأنه عندها شك بجودة الإنتاج، بجودة الإنتاج وبالرش وبالزراعة وبال. طب انا اليوم اذا هودي ما راقبتهم كيف بدي امكن انا اقدر وصل العسل لبرا؟ صناعه صنعته ضبيته علبته، بس من ساعه اللي اشتريته انا من الحقل اللي زارع جاري حدي وعم بيرش بمواد كيماويه زريعاته ونحلتي راحت اكلت، انا كيف ممكن اقدر كفي بهيدا؟ اثنين، انا اليوم بحيالله قطاع صناعي بلبنان صار في عندهم شكوك نحو جوده والبضاعه اللي مصنوعه منا. على سبيل المثال الأقمشة. نعم. كنا سوق الموارد الأول للأقمشة، نحن اليوم أغلبية المصانع بلبنان تستورد من الخارج. تستورد من الخارج وسكرت، ما بقى في نحن عندنا مصانع. صحيح. تصنع أقمشة بلبنان. بطل في عندك مصانع سجاد. بطل. صحيح. في عندك مصانع مفروشات على ليفل كتير كبير. بما أنه كنا نحن أو بلاستيك أو زجاج أو غيره. منا موجودين. كيف بدي أنا أقدر أرجع أقوم فيها لهذه الصناعة إذا ما قدرت أمنت لها مكونات وما أمنت لها ضوابط؟ وأول وحدة منهم هي المعابر الغير شرعية اللي عم بتجيب بضاعة وعم بتظهر بضاعة كمان بالمقابل من لبنان. نعم، نحن انتهى وقتنا. أنا بدي أشكر هالمقاربة الشاملة بموضوع الصناعة ورفع الصوت، يعني على أمل أن يكون في أذان صاغي. شكرا لحضورك ولمشاركتك أستاذ شكري الكرزيل. شكرا لك. شكرا لك وشكرا على الاستضافة الكريمة. وبنرجع منعيد كل الآباء المقاومين بقلب لبنان الصناعيين كمان خاصة. صحيح. وزملائنا بالقطاع التربوي وبقطاع الهندسي وبقطاع الإعلام، وشكرا لإليك وشكرا لتلفزيون لبنان. شكراً. عن جديد. شكرا مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.